ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هو مختلف شويه، هو لكل عروسه ولكل بنت ناويه ان هي ان شاء الله تتجوز او مقبله على الجواز. طبعا في الوقت ده بتفضلي تفكري في حاجات كتير جدا جدا جدا، وتفضلي تقولي بقى هجيب ايه ومنين وبكام وكل الكلام ده. فانا النهارده جايه علشان افكر معاكم او وانقل لكم تجربتي يعني المتواضعه، واقول لكم يعني ازاي ان انتي تجيبي حاجه حلوه وفي نفس الوقت بسعر يكون كويس، تروحي فين الزخانيق كده والحاجات اللي الناس بتجيب منها دي. هقول لكم الكلام ده ان شاء الله النهارده. بس خليني قبل ما اقول اي حاجه اتفق معاكم ان ما ينفعش خالص 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 تجيبي حاجتك بتاعت الجهاز والجواز دي من بقى محلات البراندات والحاجات دي. يعني انسي خالص ان انتي مثلا 1000 جنيه معاكي تروحي تجيبي بيها جاكيت او تجيبي بيها ازازه برفيوم من محل براند، لا، هو الموضوع ده ما ينفعش خالص في الجهاز، لان في الحاله دي انتي كده عايزه ميزانيه دوله. فاحنا ننسى الكلام ده دلوقتي، وهن برضو هنجيب حاجات حلوه ولطيفه. يعني استنوا كده عليا وهقول لكم الحاجات الحلوه دي. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزاكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اكتبوا لي في الكومنتس رايكم في الفيديو طبعا، وقولوا لي عايزين نتكلم عن ايه او محتارين في ايه، والاسئله يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا اجاوب على كل سؤال ممكن يكون بيجي في دماغي. يلا بينا نبدا. زي ما قلت لكم فيديو النهارده مخصوص لكل بنت او عروسه مقبله على الجواز وبتجهز. هنتكلم فيه وهنقول نجيب ايه ومنين وبكام والحاجات دي. بس عايزه اقول لكم ان لازم تبقي انتي في نفسك في دماغك كده مقتنعه ان مش لازم الحاجات اللي بنت خالتك جابتها واللي بنت عمتك جابتها واللي امك جابتها اصلا من قبل كده لازم تتجاب في شقتك. دي اول حاجه. ومش لازم خالص ان الحاجات اللي صاحبتك جابتها تبقى عندك برضو، والمكان اللي فلانه جابت منه حاجتي انا لا لازم اروح اجيب حاجتي. لا، هو انت الموضوع ده انت بتدوري على حاجه لبيتك انت والحاجات اللي انت عايزاها واللي انت محتاجاها، وهتحاولي على قد ما تقدري ان انت توفري بحيث ان انت تجيبي كل حاجه وفي نفس الوقت ما تصرفيش كتير. يعني في الوقت ده انت بتبقي محتاجه كل جنيه وعايزه توفري كل حاجه. فيعني ننسى خالص فكره ان انا فلانه جابت فانا لازم اجيب زيها، لا، هو الموضوع مش كده. وخلينا ننسى خالص ان الفكره بالكوم او بالعدد، لا، هو مش كده نهائي. يعني هو مش عشان انا جبت 15 طقم مثلا او 12 قطعه مش عارف ايه يبقى انا كده جامد جدا، لا، هو برضو الموضوع مش كده خالص. هي كل حد واستخدامه، ولكن هي مشكله عندنا ان بيبقى يعني متداول كده ارقام وحاجات كبيره قوي وملهاش اي 30 لازمه. فيعني لا، ننسى برضو الموضوع ده وخلي عندك كده ثقه في نفسك ويبقى عندك سلام نفسي وسلام داخلي ان انا هجيب الحاجات اللي انا عايزاها. انا هلبس اللبس اللي انا هلبسه، يعني انا هجيب اللبس اللي انا هلبسه، مش هجيب علشان الناس تقول ان انا دولابي مليان، هجيب عدد ملايات كذا علشان انا هفرش كذا، مش علشان لازم يبقى الدولاب مرصوص بالحاجات دي. فدي اول حاجة قبل ما ابدأ الكلام يعني. طيب هبدأ بقى ايه معاكم. خليني ابدأ بحاجة من اهم الحاجات الخاصة بينا كبنات، وهو اللبس. طبعا اللبس متشعب جدا وحاجته كتيره قوي، فهحاول على قد ما اقدر ان انا الم بالموضوع ده يعني ونتكلم فيه بالتفصيل واقول لك ممكن تعملي ايه او تجيبي ايه وبكام وكده. فنبدا من اننا في الشتاء، فخلينا نبدا باللبس الشتوي. اللبس الشتوي هو بيتي وخروج، تمام كده، متفقين على كده. طيب هنبدا في البيتي. البيتي شتوي روب واحد بس، دي الف ب شتوي، روب واحد بس طويل. اللي بقى تقول لك روبين، لا، هو لا خالص، روب قصير وروب طويل، او روبين قصير وروبين طويل، لا خالص، الحوار ده فاكس جدا. انت عايزه تجيبي لبس شتوي، ابدأي بان انت تجيبي هو روب واحد طويل شتوي بس، لاسباب كتير جدا، ومن ضمنها ان اصلا انت هيبقى عندك عباية استقبال، ففي حاله ان جالك ضيوف فانت تلبسي عباية استقبال شيك كده تكون جميله وهتخرجي تستقبليهم بيها، او هتجيبي ترنجات، فالترنجات دي للاستقبال برضو، بلس كمان ان اصلا اسدال الصلاه ده بيبقى موجود يعني موجود متعلق، فده سهل جدا ان في اي وقت حصل والباب رن وانت عايز تفتحي فهتاخدي هتلبسي الاسدال عادي، مفيش اي مشكله. فملوش اي لازمه بقى ان احنا نجيب روبين وتلاته واربعه والكلام ده، ملهمش اي لازمه.
هو روب شتوي طويل واحد بس مش اتنين كمان. القصير ملوش لازمة خالص، لان اصلا احنا بنبقى كل لبسنا في الشتاء هو بناطيل ويعني ترنج مثلا هو قطعتين، ففي بنطلون، فانا ليه اجيب روب قصير ملوش اي لازمة؟ وانسوا خالص بقى فكرة ان اصلا احنا في الشتاء بنلبس حاجات قصيرة، اصل احنا ما بنبردش. لا على فكرة احنا بنبرد، وعلى فكرة احنا بنبقى بنتكلفت كده على قد ما نقدر وبنلبس حاجات كتير قوي، فملوش اي لازمة الروب القصير ده خالص. فانسي يعني هو ملوش لازمه، فانسي ما تجيبيهوش وهتوفري على نفسك. انت بتتكلمي في مثلا لو هنمشي بالعادات والتقاليد والاعداد كده، فعلى الاقل روبين قصيرين انت بتتكلمي مثلا في 500 جنيه. لا انا اولى بال 500 جنيه، لا مش هجيب رواب قصيره ملهمش لازمه، وهجيب هو روب شتوي واحد بس. ده في حاله اصلا ان انا ايه يعني، انا ولو استخدمتيه، انا عايزه اقول لك يعني انا عندي الروب ما بستخدموش، ما بعملش بيه اي حاجه، هو موجود بس هو موجود علشان يبقى انا اسمي عندي روب. فلا انا واحده من الناس، انا امي اجبرتني ان انا اجيب روبين قصيرين وروبين طوال، والله ما استخدمت غير هو روب طويل واحد وما بستخدموش كمان. يعني انا استخدمته اللي هو علشان بس ايه البس الروب، لكن غير كده هو ملوش اي لازمه. فادي كده اول حاجه، روب واحد بس طويل شتوي. إيه عايزه بقى الحاجات الاساسيه، كتري 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 من الترنجات القطعتين اللي هو بنطلون وتيشرت عليها او الدفايات، القطعتين دول. وانسي بقى خالص الكاشات، الكاشات في الشتاء هي مش معموله للشتاء اصلا، كاشات يبقى للصيف. لكن بقى كاش، وعلى الكاش اصل هو بيجي معاه زي لكلوك مثلا او بوت كده، وانا الحته دي هتبقى مش متغطيه وبتاع، لا هو الموضوع ده لا خالص، لان اصلا هو بعد كده ما بيبقاش كاش، ده هو بيبقى بتنجان في البلح. يعني انت هتلاقي نفسك لابسه الكاش وهو قصير، وبتدوري له على بنطلون من اي حاجه، سواء شتوي بقى سواء صيفي، وبتلبسيه تحتيه وبتلبسي عليه اللاكلوك ده اللي بيبقى جاي معاه، فبيبقى شكلك يعني انتوا مش متخيلين اصلا التريقه، يعني بيبقى شكلك انت خلطبيطه بالصلصه، موديل كده متالقه باللبس وانت ماشيه، فملوش لازمه خالص. بس علشان مثلا انت حابه الموضوع او حابه يبقى عندك كل حاجه من اي شكل، فخلاص مش ممكن كاش واحد وهتلبسيه اللي هو هتلبسيه في ممكن اول شتا ليكي. غير كده هو زي ما بقول لك يعني هيبقى مصيره ان انت لابسه تحتيه بنطلون ملوش اي علاقه بلونه اصلا ولا باي حاجه، وفوقيه في لوك ده. فكاش يبقى هو برضه هو كاش واحد علشان بس يبقى اسمك انت جبتي ايه كل الاشكال. حاجة بقى اللي نازلة ترند وكل البنات بيسألوا عليها ولا انا لازم يبقى عندي كده، اللي هي الجامب سوت او سلوبيت البيتي. يا جدعان ده اختراع هو ملوش اي 30 لازمة، واختراع فاشل حرفيا، لان اصلا جامب سوت في الشتاء ما ينفعش. انتي تخيلي كده مع نفسك، يعني انتي تخيلي ان انتي خلاص انتي قررتي ان انتي تخشي التواليت دلوقتي، هتعملي ايه؟ هتفكي كل حاجة في عز البرد؟ ما مش منطق يعني، لا خالص. هو شكلهم شيك وشكلهم جميل وزعبوط بقى وقطة وبتاع، طيب ماشي حلو هجيب منه واحد، لكن ان انا اصلا يبقى لا انا هجيب منه 3 و4 و5 خالص ملوش اي لازمة. ومش الحاجة اللي هتلاقي مثلا جوزك بيقولك انتي ازاي ما جبتيهاش، يعني حاجه من الحاجات اللي عايزه اقول لكم عليها، هم اصلا الرجاله ما بيقولوش انت لابسه ايه او انت جايبه ايه، هو ما يخصوش وما بيفكرش في الموضوع ده، هو بالنسبه له احنا دلوقتي في الشتاء فكويس ان احنا دافيانين بس خلاص. مش بقى انت دلوقتي انت كيوت وزي الدبدوب وكده، لا هي مش كده خالص. فبجد من الحاجات اللي ملهاش لازمه الجامب سوت ده، او الحاجه اللي هي بتبقى القطعه الواحده دي، لا هو دي مش من الحاجات الحلوه اللي ممكن تجيبي منها كتير. بس برضو خلينا هنقول ان بنفس فكره ان انت عايزه تجيبي كل حاجه من اللي انت شايفاه، فبرضو قطعه واحده بس، يبقى هو جامب سوت واحد بس علشان يبقى اسمك انت ايه جبتي منه وموجود في الجهاز، ونقي اكتر شكل انت حباه وشكل يكون رقيق وشيك كده. والحاجات بقى اللي هي القطعتين الترنج اللي هو بيبقى القطعتين ده، هاتي منه بقى كتير، يعني اشكال كتير والوان كتير وغامق وفاتح ومشجر وسادة، يعني هاتي من كده. في حاجات بتبقى لذيذة اللي هو بيبقى مثلا طقم على بعضه، يعني هو مثلا يبقى 5 او 7 قطع، البنطلون وعليه البلطو الروب بتاعه اسفة،
والترنج من فوق واللاكلوك والجوانتي ده بيبقى حلو قوي وشيك، ويعني ايه بتبقى حاجة حلوة. ده بقى ممكن انت مثلا لو لابساه وفي حد يعني هيجي وانت قررتي انت تستقبليه، لو حد مثلا قريب قوي إيه هتستقبليه بيه، ممكن بقى تحطي الروب عليكي فبيبقى ايه شكله لطيف. من الحاجات الحلوة قوي اللي انتي تجيبيها وتبقى موجودة عندك وهي بتعتبر بيتي ومش بيتي، خروج ومش خروج، هو الترنج. هاتي ترنج سبورت يكون شتوي، يكون شكله شيك، وده بقى فعلا اقولك ادفعي فيه فلوس. يعني هاتي حاجة تكون حلوة وشكلها حلو وسعرها يعني ادفعي فيه، ان انت يكون عندك حاجة تكون نظيفة، لان دي بتبقى من الحاجات الاساسية. انت عايزة تنزلي مشوار سريع، مش هتروحي مثلا هتلبسي طقم او كده، فالترنج ده بيبقى يعني من الحاجات اللي ايه اللي بتسرع، يعني اللي هي منجزة، الحاجات المنجزة بالنسبة لك، فهو الترنج ده. هتجيبي حاجة من السوبر ماركت هتبقى برضو الترنج ده. فيما بعد بقى ان شاء الله لما يبقى فيه ولاد وكده، فخلي عندك في دماغك ان انت دايما يبقى عندك عندك ترينج سبورت شتوي وترينج سبورت صيفي. ده انا هنزل بيه علشان هجيب بيه مثلا حاجات البيت او هروح بيه مكان قريب، وبعد كده برضو لما ان شاء الله يبقى في حمل، فالحاجات دي بتبقى من الحاجات المنجزة. انت بتبقي اصلا عايزة حاجة ما تخنقكيش وكده، فاعملي حسابك ان انت تجيبي منه واحد او اتنين، ده بقى العادي. هاتي منه واحد واتنين تلاتة كمان اشكال مختلفة، مفيش اي مشكلة، بس لازم يبقى عندك من الحاجات الحلوة قوي اللي هتحبيها، ترينج سبورت او ترينج خروج، يبقى موجود عندك على طول. ده كده بالنسبة للشتوي البيتي. طيب الشتوي الخروج، الشتوي الخروج ده بقى أساسي إن انتي طبعا يبقى عندك جاكيت جلد ووتر بروف، دول حاجتين مهمين جدا، دول نجيبهم ونخليهم عندنا طبعا، دي الحاجات الأساسية قوي. بلس بقى إن انتي لو هتجيبي يعني اللي هو بيبقى سديري ده، يبقى برضو شكله حلو وشيك قوي، يبقى جاكيت ووتر بروف وجاكيت جلد وسديري قط، دول حاجات أساسية. ولو بقى نجيب بالطو يكون بفرو كده شيك، يبقى حلو قوي. دي بتبقى الحاجات الأساسية، بلس بقى التونيكات او الفيستات اللي اصلا انتي متعودة عليها، او السويت شيرتات التيشيرتات. شوفي بقى انتي بتحبي تلبسي ايه، بس هو الأساسيات يبقى انتي عندك جاكيت ووتر بروف وجاكيت جلد وبالطو يكون شيك بفرو كده، يكون حاجة لو سهرة لو فرح حد مثلا من بعيد، يبقى انتي خلاص انتي عارفة ان هو ده، وحاجة بقطع عشان تلبسي ايه تحتيها شميزات. وبلس كمان بقى لو تعرفي تجيبي بيبقى فيه بلوزات سواري كده شيك قوي وحلوه قوي، دي دوري عليها وهاتيها. والحاجات دي يا جدعان دي بقى اللي ندفع فيها فلوس، يعني اقول لك هاتي الطقم بقى برقم حلو، بس يكون طقم. يعني هي الفكره اصلا في الشتوي مش ان انت جايبه بلوزات بعدد كذا، او ان انت جايبه هدوم بعدد كذا وخاصه في الخروج، لا، هو انا الشتوي الجاكيت الفلاني فهو حلو جدا وانا جايباه بالرقم الفلاني علشان هو جاكيت هيقعد معايا حبه حلوين، لان الشتا على قد ما هو صغير فهو برضو على قد ما هو لبسه مش كتير، هو ما بننوعش فيه، هو اهم حاجه بس ان هو يكون حاجه شيك وتدفي وهمشي بيها بقى اللي هو هفوت في الحديد يعني. فيبقى جاكيتين وحاجة تكون سواريه وحاجة تكون بفرو كده تكون حلو. طيب الشوزات بقى الشتوي، فنجيب هاف وبوت. خليكي دايما حريصة ان انت يبقى عندك الاتنين، يعني هاف قصير وبوت طويل. العدد ده يعني اتنين، يعني اتنين هاف واتنين بوت، يبقوا الالوان مختلفة. بالنسبة للهاف ممكن تجيبي هاف وبوت اسود، يعني هاف قصير اسود والبوت طويل اسود، وبداي بقى مثلا هاف جملي بوت تاني كحلي، يعني انتي شوفي الطقم وظبطي نفسك بحيث ان انتي يبقى انتي عندك من كل الالوان ولكن اشكال مختلفة. بس خليني اقول لكم نبعد خالص عن الكعب، يعني هاتي الحاجة هاتيها فلات او كعب بسيط جدا. ليه بقى؟ لان انتي في حالة ان انتي جوزتي في الصيف، فلبسك ده هتلبسيه في الشتاء، فان شاء الله يبقى فيه بيبي او تبقي انتي يعني تبقي انتي حامل، فان بقى البس كعب في الحمل ده موضوع طبعا مستحيل، مش هتقدري اصلا. فعلشان كده نخلينا حريصين ان اللبس ان الشوزات بالذات تكون يا اما فلات يا اما كعب صغير جدا علشان تبدأ يعني تستخدميها ما يبقاش عندك ازمة.
وكمان لو انتي مثلا هتتجوزي في الصيف، خلي ان لو انتي يعني الشتاء هو اللي هيجي عليكي، انتي خلاص اتجوزتي في الصيف والشتاء جاي عليكي، ممكن نجيب حاجة من الشوزات مقاس اكبر درجة او درجتين في الرجل، ده علشان تبقي دي حاجة تبقى عندك، اللي هو ان شاء الله برضو لما يحصل حمل يبقى انتي خلاص عندك الحاجة اللي هتلبسيها، لان دايما بيحصل يعني بعد كده هتلاقيني برضو في الفيديوز هكلمكم في الحاجات دي، بس عشان تبقي عاملة حسابك ان في الحمل فرجلك هتكبر، وهتحسي ان انتي مثلا لو بتلبسي 38 لا هتلبسي 40، رجلك هتكبر وتورم وكده. فخلينا نعمل حسابنا اصلا من وانتي بتجهزي ان انا اتجوزت في الصيف علشان ان شاء الله الشتاء يجي عليا وانا حامل، فخلاص انا ايه هجيب حاجة مقاس اكبر درجتين. ايه ده كده الشتوي خلصناه، نيجي بقى للصيفي. الصيفي عندنا برضو بيتي وخروج، البيتي صيفي روب واحد بس برضو يا جدعان، ما يعني انا اصلا مش مع خالص الناس اللي بتجيب رواب كتير خالص، لان هي حاجة غير عملية بالمرة. روب واحد لنفس الاسباب، ان انتي لو حد جايلك فهتبقي عاملة حسابك، فهتلبسي يا اما عباية خروج يا اما سوري يا اما عباية خروج يا اما ترنج، فخلاص انا عامله حسابي انا محدش هيطب عليا فجاه، ولو حد طب عليا فجاه فبرضه الاسدال يعني هيسعفني، فهو زي نفس النظام، هو روب واحد بس ويكون طويل. بلس اصلا ان انتي هتلاقي في الصيفي بقى في اوتوم كتير قوي بيبقى بالروب بتاعها، فانتي مش محتاجه اكتر من روب يعني. يعني انتي هتجيبي هو روب واحد بيبقى اللي هو الروب الستان ده اللي هو المتداول المعروف، روب ستان تختاري اللون اللي انتي بتحبيه ويكون شكله برضو شيك، بس تكون الماتيريال بتاعته حلوة، لان في للأسف في ستان مع اول غسلة بيبوظ، فنخلينا ايه يعني حريصين في الحتة دي شوية. ده بالنسبة للروب. اللبس في الصيف بالذات كتري من الكاشات كتير، هاتي كاشات كتير 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 كتير، يعني هاتي لو انتي فعلا تقدري ان انتي تجيبي 10 كاشات مختلفين اشكال مختلفة اعملي ده هاتيه، لان الكاشات من الحاجات المنجزة جدا في الصيف، خفيفة بتتغسل بسرعة، يعني انتي مثلا خلاص يعني هتغيري هتقلعيه ممكن اصلا انتي نفسك تغسليه على ايدك وتنشريه، فالكاشات من الحاجات المنجزة واللي فعلا انا واثقة ان هو مش رأيي انا لوحدي، رأي كل اللي اتجوزوا، ان الكاشات من افضل الحاجات اللي ممكن تجيبيها في جهازك وخاصة في الصيف، فنكتر من الكاشات، نجيب اشكال مختلفة والوان مختلفة وحاجات كده. بلس كمان ان الكاشات من الحاجات ان لو انتي حامل فهي مش هتخنقك، هي بتبقى بتاخد شكل الجسم يعني، فاي ايا كان فهي مش هتبقى خانقه بالنسبه لك، ومش مش هتحررك بقى وتعمل، لا هي بالعكس هي حاجه من الحاجات الخفيفه اللي هتحسي ان ايه ان انتي حباها اصلا، وعلشان هي خفيفه في اللبس والغسيل فهتبقي مستظرفاها، عن ان انتي تبقي جايبه مثلا حاجه قطعتين او حاجه مجسمه قوي الكاش مستو، ان هو بيبقى فيه وسع فيه براح كده، فدي حاجه حلوه. والاطقم بقى زي ما قلت لكم، في بتبقى اطقم صيفي شيك جدا بتبقى 5 او 7 قطع، دي ممكن تجيبي منها طقمين ثلاثة، بيبقى الطقم اصلا بيبقى بنطلون وبنطلون وشورت وبادي بكت او بادي بحمالات وبادي بنص وروب وكاش، فدي بتبقى حلوة قوي وبيبقى سعرها كويس، يعني مثلا ممكن تلاقي ان الطقم 5 او 7 قطع ب 500 جنيه او ب 600 جنيه، فده حلو يعني انت لو جبتي منه طقمين بس اشكال مختلفة فبيبقى حلو، وبيبقى انت اسمك ايه انت عندك حاجات كتير، يعني زي ما قلت لكم هو بيبقى التقسيمة كده، فبتبقى عندك حاجات كتير وتبدأي بقى ان انت تنوعي فيها، يعني هتلبسي ده المرة دي المرة الجاية مش عارف ايه يعني حاجة تانية، فالموضوع بيبقى لذيذ. ولكن انا نصيحتي ليكو كتروا في الكاشات جدا، برضو نحاول نجيب في اللبس حاجة درجات اكبر شوية، وخاصة انت لو هتتجوزي في الشتاء بقى وهيجي عليك الصيف، يبقى انت في اللبس الصيفي تجيبي حاجة تكون واسعة شوية، حتى وانتي يعني هنتكلم على الخروج بس قبل ما انسى، عامة انتي شوفي انتي هتتجوزي السيزون اللي هيجي عليكي ايه، السيزون اللي هيجي عليكي خليكي حريصة ان انتي تجيبي حاجة اكبر في المقاس شوية، مش اكبر يعني انتي مثلا مش بتبقي تلبسي لارج فتجيبي 3 اكس، لا هو انتي بتلبسي لارج هاتي حاجة من القطق من ضمن الحاجات مش دي كلها، من ضمن الحاجات في السيزون اللي هيجي عليكي وانتي في البيت هاتي حاجة تكون اكبر يعني درجة، يعني انتي بتلبسي لارج هاتي حاجة اكس لارج، بتلبسي اكس لارج هاتي حاجة 2 وهكذا.
بالنسبه للهدوم، سواء بقى انت اتجوزتي في الشتاء فهيجي عليك الصيف فنعمل كده في الصيفي، اتجوزتي في الصيف فهيجي عليك الشتاء فنعمل كده في الشتوي، علشان حرام جدا وبيبقى حاجه بجد منتهى الزعل لما تبقي جايبه حاجه وحلوه قوي وعليكي وبرفكت وكده، ويحصل حمل فتتخني فتلاقي نفسك مش عارفه تلبسي الحاجه. فليه طيب انا اعمل حسابي من قبل اصلا ما اتجهز؟ لان من الحاجات اللي انا زعلت عليها قوي 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 ان انا لقيت ان انا لبسي بلبسه وهو ما بيدخلش اصلا فيا وانا حامل، فدي حاجه كانت من الحاجات المستفزه قوي بالنسبه لي. فنخلي بالنا منها، يعني خلي بالكم منها بجد، ان انت تجيبي حاجه من، يعني مثلا هتجيبي سي هتجيبي 10 اطقم او 10 حاجات، خلاص يبقى سبعة عادي مقاسي العادي، وتلاتة منهم على الاقل يبقى ايه مقاس اكبر درجة زي ما انا قلت لكم. بقى كده الصيفي خلاص البيتي تمام كده، زي ما قلت لكم نكتر في الكاشات قوي والحاجات اللي هي فيها وسع، الحاجات اللي بتدي وسع مش الحاجات اللي هي بتبقى بالظبط عليكي. في الصيف اصلا خنقه وحر والموضوع بيبقى صعب قوي، خاصه ان انت اعملي حسابك ان انت هتبقي لبسك ده هتدخلي بيه مطبخ تقفي بيه قدام بوتاجاز، فيعني لازم تجيبي حاجه انت عارفه ان هي بتريحك. انت لو في ستايل معين انت تلبسيه اصلا دلوقتي وبيريحك اعملي، يعني هاتي منه كتير، فاهمين؟ يعني انت شوفي انت دلوقتي لو في ستايل معين بالنسبه لك مريح هاتي منه كتير، بس هو افضل حاجه ان انت خلاص بقى متجوزه والبيت لوحدك وانت حره ومش عارف ايه، فخلاص يبقى احنا نجيب كاشات بقى وندلع نفسنا والدنيا تمام تمشي تمام معانا. ده بالنسبه للبيتي الصيفي. طيب الخروج الصيفي، الخروج الصيفي يعني من الحاجات بقى اللي انا بحبها قوي ان انت تجيبي بلوزات كتير، هاتي بلوز كتير كتير كتير، لان اصلا الصيف يعني احنا ما شاء الله الشتاء عندنا تقريبا 3 شهور 4 شهور ماكسيمم والصيف باقي السنة، فانت بقى يعني هاتي بلوزات كتير كتير كتير، ولكن نركز في ان احنا نجيب حاجات واسعة يا بنات. يعني هاتي الحاجة اللي حلوة دلوقتي هاتيها والبسيها وتهني بيها طبعا، بس اعملي حساب ان في يوم من الايام هتبقي طحينة وهتزيدي كده، ممكن تزيدي 10 15 كيلو، مش عايزة اصدمكم بس هو ده اللي هيحصل، فهتزيدي 10 15 كيلو، فابقي عاملة حساب ال 10 15 كيلو دول ان انت على الاقل تجيبي كام حاجة برضو او كام بلوزة اكبر درجة. وبالنسبه بقى ده كده الايه الصيفي الخروج، هي دي طبعا انتي بلوزات بقى كتير وحاجات كتير خفيفه على قد ما تقدري. بالنسبه للشوزات فالصيفي كتري من الكوتشيات كتير، لان اصلا الكوتشي بيبقى من الحاجات اللي طبعا بتستخدم صيفي وشتوي، فاعملي ده هاتي كوتشيات كتير، هاتي 5 6 يعني فاهمه، بس يكون طبعا الوان مختلفه. كوتشي واحد ابيض بس كفايه، يعني هو مش محتاج، انا مش محتاجه اقول ان كوتشي واحد ابيض بس كفايه، بس اقول عشان في ناس انا عارفه ناس كده معينه بتحب الابيضات، فهو كوتشي واحد ابيض بس كفايه. وهاتي بقى الوان تانية برضو كتير، كوتشيات كتير وتكون حلوه. ممكن بقى علشان بس برضو البوينت دي الكوتشي هاتي براند، مش هقول لك لا، بس هاتي كوتشي او اتنين براند والباقي هاتيه عاديين، يعني ما فيش اي مشكله. هاتي برضو في حاجات بتبقى عاديه وشيك وسعرها حلو بس عاديه مش براند، ما عادي جدا. انا مش لازم ان انا اجيب كوتشي ب 1500 وب 1200 وب 800 جنيه، هاتي كوتشي اتنين ماكسيمم، لكن مش كل كوتشياتك تبقى كده، ما ينفعش. انتوا متخيلين احنا كل ده وكل الحاجات دي يعني اسعار رهيبه رهيبه، انا لو اقول لكم انا جبت هدوم بس بكام والله هتتصدموا، بس فعلا يعني هتلاقي نفسك بتدفعي فلوس كتير قوي في الهدوم بس. فنركز بقى في ان احنا يعني ايه عايزه اجيب براندات، هاتي طبعا ودي حاجه من حقك ودي حاجه بتبقى حلوه، بس حاجه اتنين تلاته مش كل لبس يبقى براند، عشان يعني انت بعد كده هتجيبي، يعني انت بعد كده هتشتري وتلاقي نفسك هتجيبي طبعا شتوي وصيفي، احنا خلاص احنا اصلا عايشين بنلبس وناكل والكلام ده. فبس انا وانا خلاص انا هتجوز وجهازي هجيب طبعا حاجات شيك وحاجات براند بس مش كلها. فنركز برضو في البوينت دي عشان البوينت دي مهمة. الكوتشي ما هتجيبي كوتشيات، شوفي انت هتجيبي عدد كام سنة بقول لكم كتروا فيها، يعني هاتي 5 6 كده يكونوا الوان مختلفة، من ضمنهم ما تنسوش واحد يكون مقاس اكبر على الاقل درجتين، البسي 38 هاتي واحد منهم 40، هتلاقي نفسك انا بعمل كده في نفسي ايه وليه ولما ابقى احمل وبتاع. لا على فكره هي مش كده، هي فعلا حرفيا بيبقى في يوم وليله انت صحيتي تيجي تلبسي الكوتشي هو الكوتشي مش داخل عليكي،
فهتلاقي نفسك بتصوتي هو انا ازاي يعني، انا رجلي كانت امبارح 38 هو ايوه على فكره بيحصل، فانت لو مش عامله حساب اليوم ده هتلاقي نفسك بتتصدمي. فانا بقول لك اهو اعتبريني جايه من المستقبل وبقول لك اعملي حساب اليوم ده، اعملي حساب اليوم اللي انت هتلاقي ان رجلك كبرت فيه فجاه، فنعمل حساب اليوم ده علشان اليوم ده جاي جاي ان شاء الله باذن الله. يعني ايه ده كده بالنسبه الهدوم كده خلاص الشتوي والصيفي والشوزات قلناهم بالمرة كده مع بعضينا. او من حاجات الشوزات برضو علشان ما انساش الاساسية اللي انت لازم تجيبيها، لازم تجيبي سليبر خروج، يعني ده يبقى عندك يكون شكله لذيذ كده مع الترنجات اللي انا قلت لك عليها. الترنجات برضو زي ما هتجيبي شتوي زي ما هاتي صيفي، يعني هاتي مثلا 2 شتوي يكونوا حلوين كده واتنين صيفي عشان تبقى للنزول. فهنجيب سليبر يكون شكله شيك كده ومريح بالنسبة لنا اهم حاجة، ده يبقى برضو ايه للنزول. وللبيت بقى احنا عايزين طبعا واحد للحمام دي اساسي، يبقى سليبر للحمام. وعايزاكم بقى فكرة ان انا لازم اجيب سليبر بفرو وترتر للبيت وكده، الموضوع ده ما بنعملش بيه حاجه على فكره. يعني انا السليفر بتاعي اللي انا كنت جايباه اللي هو بفرو وريش والحاجات دي علشان بقى عروسه وكده، هو ده مصيره اساسا كان ان هو اتقطع والريش بتاعه بقى في كل حته وعادي يعني اترمى اصلا في الاخر. بس يعني ما تكتريش من الموضوع ده، هو حاجة واحدة بس وخليه. هاتي واحد يكون برضو شكله حلو كده ويكون مثلا لونه اسود او ابيض علشان يليق على اي حاجة، وهو بياخد يعني بياخد وقته وخلاص. ما نجيبش بقى يعني، عشان انا بجد بشوف حاجات غريبة وبسمع حاجات غريبة ان مع كل لانجري في سليبر لونه، والله ولا اي حاجة، هي مش كده خالص. هو واحد يكون شكله حلو ولونه زي ما اقولك كده ابيض او اسود علشان يليق على كل حاجة وبس خلاص، ما فيش. وبيبقى في محلات كتير عاملة اوفر حلو على الحاجات دي بالذات، يعني دوري شوية معلش هنجتهد شوية وندور ونجيب حاجة تكون في الخفيف يعني. فهو السليبر الفرو والريش وكده ملوش اي لازمة، فعلا فعلا ملوش اي لازمة خالص، ما نكترش منه، هو واحد بس كفاية، 2 ماكسيمم، ويكونوا الالوان اللي هي المتداولة يعني. طيب كده تمام، صيفي تمام وشتوي تمام. حاولوا بقى يعني تكتبوا كده الكلام اللي انا بقوله عشان انا تعبت بصراحة، بس هكمل يعني. بالنسبة بقى للطرح، فالطرح هاتي على قد تي، شوفي يعني انت مثلا جايبة مشجر لبس مشجر يبقى انت هتجيبي له طرح ست، لبس سادة هنجيب له طرح مشجر، ده طبعا طبيعي يعني، دي مش حاجة محتاجة ان انا اقول عليها. بس اللذيذ او المتداول ان احنا نجيب 6 سادة و6 مشجر، يعني 6 طرح سادة ان هم مثلا بيبقى فيهم اساسيات ابيض واسود وجملي مثلا، وتلاتة كمان الحاجات مثلا الاطقم اللي عندك، والمشجر على حسب الطقم. يبقى انت هتجيبي 6 سادة و6 مشجر، لو انت جايبه مشجر كتير يعني هدوم مشجره كتير يبقى انت هتجيبي سادة اكتر، جايبه هدوم سادة كتير هنجيب مشجر اكتر. طيب الرغي بقى اللي انا قلته ده، عشان بصوا الحته دي مهمه جدا جدا جدا، دي بقى الزتونه اللي في الحوار. انا بقى قلت صيفي وقلت شتوي وقلت جزم ولسه ما قلتش شنط، هقول شنط بس. قلت جزم وقلت ايه تاني، قلنا جزم وقلنا صيفي وقلنا شتوي اللي هو بيت يخرج، اجيب منين اجيب منين؟ بصي بقى يا ستي، انتي زي الشاطره كده تاخدي بعضك في يوم فاضي، تاخدي بقى شوفي مين انتي بتحبيها بقى، صاحبتك اختك مامتك، وتاخدوا بعضكوا كده وتركبوا المترو، وده افضل طريقة على فكرة يعني مش حوار، في المروح، وتركبوا المترو وتنزلوا محطة مترو العتبة، تسألوا عن هناك، تخشوا كده تسألوا موسكي فين، هيقولوا لكم اهو اتفضلي. هتخشي تسألي عن مول اسمه مول القدس، مول القدس، مول القدس ده هتلاقي فيه كل حاجة انت ممكن تيجي في بالك وما تجيش، ملابس داخلية، لونجري، هدوم بيت بكل الاشكال والالوان، واللانجري بكل اشكال والوانه، الحاجات اللي انت بتشوفيها ب 500 و600 و800 هتخشي هناك هتلاقيها، هتتصدمي من سعرها حرفيا. حتى السليبر يعني حتى السليبرز اللي انا بقول لكم عليها هتلاقوها هناك، مول القدس في العتبة
ده ابسط حاجة واسهل طريقة ان انت تركبي المترو، مترو وانت رايح، وهاتي اللي هتجيبيه وتعالي بتاكسي، يعني روحي بتاكسي او اوبر او ايا كان، بس هو افضل طريقة مترو، لان هناك مثلا سي هتروحي بعربية فهتلاقي ما فيش ركنة، فهو افضل حاجة ان انت تروحي بالمترو. المترو هتنزلي محطة العتبة، هتطلعي هتسألي فين الموسكي، الموسكي، فهتخشي الموسكي وهتسألي عن مول القدس. وانا هحاول على قد ما اقدر، بس انا يعني ما وعدتكوش، بس هحاول على قد ما اقدر اكتب لكم العنوان بالتفصيل، وهحاول ان انا اجيب لكم لوكيشن عشان تمشوا عليه، هحاول على قد ما اقدر اعمل الحوار ده يعني، وان شاء الله انجح فيه. وهتلاقوا العنوان، هدور وهتلاقوا، يعني هدور بالتفصيل، انا زي ما بقول لكم كده انا دبل شبه، بس انا هقول لكم العنوان بالتفصيل، تفصيل هتلاقوه في الديسكريبشن. مول اسمه مول القدس، وهتلاقي طبعا وانت داخله، يعني وانت مثلا ماشيه. حاجه تاني، هو في الموسكي في حاجات، في الموسكي حاجات تانية غير اللبس. لا انت قولي انت عايزه تروحي الموسكي اللبس، يعني انت عايزه تروحي الموسكي بتاع اللبس اللي هو الشارع بتاع اللبس ده، فانت ادخلي فيه، هو بيبقى شارع كده، يعني شارع كده كله هدوم، ادخلي ومركزش بقى اي حد يقولك حاجه، هتلاقي حاجات كتير، وهتلاقي يقولك تعالي وافضل حاجه مش عارف ايه وتعالي، فكك من الحوار ده، انت رايحه لحاجه معينه، اي حد يكلمك اسالي هو مول القدس وروحي عليه على طول. إيه ليه انا بقول لكم كده؟ لان انا فعلا جبت كل حاجتي من هناك، والحاجات انا جبتها والله بدون مبالغه انا لقيتها على النت بثلاث اضعاف واربع اضعاف، يعني انتم متخيلين؟ والحاجات هناك اسعارها غريبه، انت اصلا هتروحي هتستغربي ان ازاي ده على انا بشوفه اونلاين، وحتى هتلاقي انت لو انت في محل هتلاقي في المحلات برضو باسعار خرافيه، وهو اصلا اصله باقل من كده بكتير، فروحي ووفري على نفسك، يعني انت كده كده هتنزلي وكده كده هتجيبي، فخلاص يبقى انا بقى اعمل زي ما بقول طلعه، هطلع الطلعه دي برقم ما وهتروحي، يعني انت هتلاقي نفسك، انت لو انت معاكي 5000 جنيه هتروحي تظبطي نفسك، هتفرشي دولابك حرفيا بالخمسه دول، على عكس انت لو هتجيبي كل حته من ستور اونلاين على مش عارف ستور منين، هتلاقي طبعا كسرتي الرقم ده. ففي الحته دي بقى انا دي نصيحه، مول القدس في العتبه روحي واسالي عليه وادخلي ولفي بقى على قد ما تقدري، هو مش، طب مش محل ومش اتنين، بقولك مول كل ولبس وحاجات فظيعة، فروحي والموضوع هيبقى لطيف. وكل حاجة يا بنات من أول اللانجري، لانجري عندهم محلات لانجري تحفة تحفة تحفة، فهتروحي هتظبطي نفسك يعني. والبيتي عندهم حلوة قوي، الخروج مش اللي هو يعني مش الحاجات اللي هي البرفكت، ولكن في حاجات يعني انت لو ركزتي مثلا أو لفيت شوية هتلاقي في لقط كده، فاعملي ده يعني، روحي واعملي ده. بس زي ما بقول لكم نصيحتي البيتي واللانجري، روحي مول القدس في العتبه، وهتلاقوا كمان هناك وانتي في المول برضو هتلاقوا محلات طرح، دي بقى بتبيع بالجمله من اول سته، هاتي منهم سته زي ما قلت لكم، سته ساده وسته مشجر او العكس، والناس طبعا البندانات الحاجات المهمه، هاتي 12 بندانه، هاتي دسته بندانات، هاتي دسته مشكله، ممكن مثلا وانتي بتشكلي تجيبي اتنين ابيض واتنين اسود، عشان الابيض والاسود من الحاجات اللي احنا بنلبسهم كتير، فعشان لو حصل قطع او حاجة، يعني احنا طبعا يعني انتي طبيعي ان انتي وانتي يعني بعد ما تتجوزي ما انتي هتجيبي هدوم وهيجي السيزون عليكي وهتجيبي، بس انا بتكلم في ان خلاص انا بوضب كده كده وبجهز نفسي، فهجيب بقى كل حاجة وهعمل حساب كل حاجة، ده اللي انا بتكلم فيه. تاني، مول القدس في العتبة. طيب ده بالنسبة للبيتي واللانجري من مول القدس. الهدوم بقى انتي شوفي مثلا احنا دلوقتي في سيل شتوي، انزلي هاتي الحاجات الشتوي، الحاجات على فكرة بقى ان انا لازم اجيب اول الشتا، ما ينفعش اجيب اخر الشتا، والحاجات موضة وبتقدم، ده موضوع فكسان جدا، مفيش حاجة اسمها موضة وبتقدم، ومش الحاجة مثلا يعني انا هنزل دلوقتي الحاجات اللي نزلت شتوي السنة دي مش هتنزل شتوي السنة الجاية، لا على فكرة هو بيبقى نفس الستايل عادي مفيش اي مشكلة، ده هي بس الفكرة ان ممكن يطلع حاجة ترند في نص الشتاء بس، سوري، لكن اساسيات فهي موجودة، انت دلوقتي انزلي دلوقتي استغلي فكرة ان احنا في سيل شتوي، وانزلي وهاتي جاكيت وهاتي اتنين وهاتي زي ما قلت لك، هاتي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي هاتيها، انزلي هتلاقي سيل في كل حته، يعني انت وسط البلد هتنزلي هتلاقي سيل، وبتبقى الحاجات حلوه جدا والسيل عليها حلوه قوي، هتلاقي في روكسي سيل حلو جدا، مصر الجديده هتلاقي فيها سيل حلوه قوي، يعني الحاجات دي في عباس السيل برضو بيبقى جميل، فاعملي ده
انزلي هاتي الشتوي في السيل بتاع الشتاء، يعني في دخلة الصيف تجيبي شتوي وفي دخلة الشتاء تجيبي صيفي. ده في انتي مدام انتي في ايه يعني، خلاص انتي ما في اوبشن ان يعني انتي خلاص انتي مش تتجوزي حالا، فانتي تمام يعني. انا في قدامي ان انا اجيب في الاتنين سيل، هجيب. ما خلاص انتي هتتجوزي في الصيف، فهاتي الحق السيل الشتوي، وفي الصيفي قبل ما تتجوزي نجيب كام حاجة ونستنى السيل عادي، مش هيحصل حاجة. فيعني الحوار السيل ده برضو هيفرق معاك كتير. الحاجة اللي بتبقى مثلا سي ب 300 350 في السيل ممكن توصل 200 و150، وده حقيقي. وانتي اصلا يعني مش هتجيبي حاجة، انتي مش مثلا مش رايحة تجيبي طقم فهتقولي لا خلاص انا هجيبه زي ما يكون، لا انتي رايحة تجيبي اكتر من حاجة، انتي هترصي دولاب بأكمله. فيبقى ندور ونركز كده ونظبط مع نفسينا كده ومع دماغنا ان احنا هنجيب الهدوم امتى وفين وبكام. انت يعني دي حاجة من الحاجات اللي المفروض اصلا انت تعمليها، يعني دي اساسي. فيبقى انت استغلي السيل زي ما قلت لك في الايه، في الخروج وفي الشوزات برضو بيبقى السيل. يعني دلوقتي هتلاقي مثلا الهاف والبوتو كده طبعا اسعاره اقل بكتير من اول الشتاء، فنعمل ده. تمام كده، يبقى انا كده خلاص ذمتي ربنا في البوينت دي. وقلت لكم كمان على المكان، ماليش دعوه بقى انت هتدفعي قد كده في حته تانية، انا قلت لك منين الزتونه، المكان ده على فكره السيلر اصلا بيروح يجيبه منه. ويعني هتشتم، ما انا عارفه بسبب الموضوع ده، بس يعني انا قلت لك اهو، بس نصيحه. ده كده تمام. نيجي بقى للمفروشات، الحاجات بقى المفروشات والملايات والحاجات دي. بصي، حاجة من الحاجات الأساسية طبعا الملايات. الملايات هتلاقي المتداول والكلام اللي الناس بتقوله 12 ملاية سادة و12 ملاية مشجرة. ليه يا مام؟ ليه؟ هم حلو قوي، هاتي كلهم على بعض 12 ملاية، 6 سادة و6 مشجر، ويكونوا لزاز كده وشيك ونضاف بس خلاص، يعني ماتيريال تكون نظيفه. يبقى 6 سادة و6 مشجر، فك خالص من حوار 12 ده، اصلا مش هتلاقي والله مكان ترصيه فيهم. يعني انت هتلاقي ان انت انا عايز بس اقول لكم ان انت لما الحاجه بتكتر بتلاقي نفسك بتحشري، فالدولاب اتزحم، بلس بقى ان انت اصلا هتاخدي اللي فوق، يعني هتاخدي اللي ايدك سهل تجيبه، مش هتجيبي اللي في القاع. فيبقى ليه نعمل كده؟ هو حلو قوي، 6 ملايات سادة 6 ملايات مشجرة وزي الفل. الكوفرتات نجيب 2 كوفرتة، يعني 2 مختلفين. في كوفرتات دلوقتي شيك جدا، تركي حلوة قوي، الكوفرتة بتبقى بحوالي 600 أو 800 جنيه، بتبقى بوشين، الماتيريال بتاعتها حلوة وجميلة قوي، ناعمة جدا، فدي حلوة. انت بتلاقي مثلا انت جبتي كوفرتتين اكنك جبتي 4، يعني بتبقى حلوه وموجوده يعني. بس هي وفي الرينج اللي انا بقول لكم عليه 600 و800، وفي اماكن كمان يعني انا بالصدفه ممكن اعدي مثلا الاقي ان في اماكن بتبقى عامله سيل عليها باقل من كده. بس التركي هي دي احسن حاجه، علشان في منها حاجات تانية لا مش حلوه، مش نفس الماتيريال. يبقى الكوفرتات التركي هاتي الوشين، تبقى ظريفه قوي. وفي كوفرتات اللي هي القديمة بتاعت بقى ماما وتيتا وكده، مش عارفة يعني، ما اعرفش، احاول ان انا اجيب لكم صورتها وانزلها في الكومنتس وكده. دي بتبقى خفيفة وطرية قوي، ونزلت دلوقتي يعني، انا لا يا نازلة كتير وفي المحلات كتير تاني. انا حتى قلت لا انا هجيب لنفسي منها، لان انا بصراحة ما جبتش نفسي منها، ما كانتش موجودة اصلا. تبقى خامتها خفيفة وناعمة قوي، هاتيها مش بتبقى غالية. يعني لو لقيتي منها هنزل الصورة في الكومنتس، هنزلها. فلو لقيتي منها هاتي 2، يعني هاتي كوفرتتين كمان. يبقى انتي الكوفرتات التركي دي هاتي منها 2، بيبقوا وشين، يعني اكنك جبتي 4. ده بالنسبة للكوفرتات والملايات 6 سادة و6 مشجر. الفوط ممكن برضو هاتي 6 كبار، اللي هم بيبقوا يعني 6 كبار، اللي هم بيتسموا فوط بورنوس، بس هي مش بورنوس، هي اسمها كده يعني، اللي هي الفوطه الكبيره كده، بتبقى فوطه كبيره. دي تجيبي منها 6، الـ6 بيبقى اصلا بوكس على بعضه كده، بيبقى 6 مختلفين، الوان مختلفه، 6 و6 صغير، اللي هم بيبقوا مش فوط الوش البيبي اللي هي الصغننه دي، لا هي بتبقى فوط كنزه شويه كده، فوط وش. دي هاتي منها 6 برضه. طبعا خليكي بقى حريصه ان انت جبتي 6 كبار او طوال عراض، فهاتي 6 التانيين الوان مختلفه،
فاهمة؟ الأمهات طبعا جمال جدا، بتقول لك لأ ده كده 12 بس، وما ينفعش ومش ما ينفعش وما اعرفش ايه. والله يا جدعان هو فعلا هما يعني 12 حلو جدا، 12 فوطة، عندي 12 فوطة، محتاجة أكتر من كده ايه؟ وبعدين يعني بصوا، في حاجة تانية أنا عايزة أقول لكم عليها برضو، يعني خليكي دايما، أنا قلت كده من شوية بس دايما، أنتي الجهاز ده مش آخر الدنيا. يعني انتي، احنا طول ما احنا موجودين بنجيب هدوم وبنجيب لبس وبنجدد في البيت، فخلاص انا مش هفضل ادكن واجيب حاجات واحطها، لا هو عادي جدا انا هجيب الحاجات اللي تخلي انا دي احتياجاتي في الوقت الحالي، بلس ان هو يعني دي الحاجة انا مثلا هرص، عشان انا بقولك حاولي ان انتي يبقى فيه يعني براح كده في الدولاب، مش حشر حشر حشر، لان انت لو هتفضلي تحشري تحشري وتجيبي حاجات تحشريها، فعلا انت هتلاقي نفسك بتاخدي من ايدك فوق بس، يعني الحاجات اللي هي في الاول بس. فلا ما نعملش كده، يبقى هاتي الحاجات اللي تبقى ايه، عشان تستخدمي كل حاجه يعني، فاهمه قصدي؟ استخدمي الكل يعني. فيبقى دي ستة، ستة كبار وستة كنزين شوية، الالوان بتاعت الكبار مختلفة عن الالوان بتاعت الكنزين. اطفال، هاتي ستة اطفال، بيبقى فيه فوط اطفال كده، بتبقى الماتيريال بتاعتها انعم شوية من الفوط بتاعتنا. يعني هو بص كله بيبقى قطن وكله بيبقى ماتيريال حلوة قوي، بس بتاعت الاطفال دي بتبقى تحس ان هي جميلة كده. دي هاتي منهم برضو ستة، ما تجيش اكتر من ستة للاطفال، يعني اصل انتي مش تحتاجي اكتر من ستة يعني. فبس، وطبعا وفي فوط اللي هي بتبقى الفوط الصغيرة بتاعت الوش دي، برضه نجيب منهم ستة فوط، في فوط كده بتبقى صغنطوطة خالص، دي برضه هاتي منها ستة، لازم يبقوا موجودين في الجهاز ده. بالنسبة للملايات والفوط والكوفرتات كده تمام. البطاطين والحفر، البطاطين هاتي بطانيتين مش اكتر، احنا مش بنحارب يعني، هما بطانيتين حلوة قوي، يكونوا يعني يكونوا، ما تجيبيش بصي في بطاطين تبقى تقيلة قوي، تبقى 8 كيلو كده، لا انت اصلا انت لما تبقي يعني عايزة بس برضو تركزي في حتة، انت لو هو البطانية تقيلة فانت شايلاها، انت متغطية بيها فانت شايلاها فوق دماغك، فالبطانية كل ما تبقى تقيلة دي حاجة مش حلوة. في بطاطين بتبقى خفيفة وبتبقى بتدفي برضو عادي، فمش يعني مش لازم اجيب حاجة 8 كيلو، لا في تقريبا 5 كيلو و3 كيلو، 5 كيلو حلوة، هاتي 5 و7، 7 دي تقيلة قوي برضو، هو 5 كيلو يعني، هاتي بطانيتين 5 كيلو بطاطين، في بطاطين برضو بوشين، هاتي البطانيتين كده، ما تجيبيش اكتر من بطانيتين، لان اصلا يعني بطانيتين والحافين، فانتي الحاف ده بنغطي بيه برضو، هو مش شكل بس، ف يعني تمام، ما مش هجيب 3 بطاطين ما لهمش لازمه، لو جبتي 3 بطاطين هتلاقي نفسك لا ما لهمش لازمه، هما بطانيتين والحافين تمام. والبطاطين زي ما بقولك هتلاقي بطاطين وشين، فدي بتبقى حلوه اكنك جايبه 4، فالدنيا تمام يعني، البطاطين اصلا ناعمه كده وحلوه وجميله. سانتا مورا حلوه جدا، البطاطين بتاعتها حلوه، الماتيريال بتاعتها ممتازه واسعارها حلوه، فسانتا مورا تمام. بالنسبة للبطاطين، سوري، بالنسبة للملايات والملايات والفوط، فرنين حلوة قوي في الملايات والفوط، عنده بتبقى حاجته حلوة، الماتيريال بتاعتها حلوة واسعاره بتبقى حلوه قوي، رنين حلو يعني، رنين حلو ان انا عارفه رنين يعني، انا عارفه الماتيريال بتاعت رنين. في ناس بتشكر في سنتر شاهين برضو، بس انا دي انا ما جبتش عنده حاجه بصراحه فمش عارفه، بس هو يعني الحاجات دي بتبقى العروض بتاعتها حلوه فاستغلوا ده يعني. ورنين معروف، رنين معروف ورنين من زمان، وانا جبت حاجات من رنين وكانت حلوه قوي. ويا جدعان هاتوا تركي يعني، الحاجات اللي هي الماتيريال بتاعتها التركي حلوه قوي. وفي بقى بص الملايات، في ماركه اسمها المجد، دي تحفه تحفه تحفه، المجد ده ماركه ملايات ممتازه، الملايه حلوه وما بت ما بتطلعش لون، هتغسليها هيبقى الشكل منها فيها المجد. وفي ماركه اسمها العالميه، الماركتين دول حلوين قوي، من الحاجات من ماركات الملايات حلوة قوي، فهاتوا منهم يعني. هو دي الملايات، هحاولي على قد ما تقدري تجيبي المجد او العالمية. المجد الكوفرتات بتاعتهم تحفة برضو، بس مش التركي يعني، اللي هي كوفرتات المجد حلوة قوي، ف تمام.
يبقى كده الكوفرتات الملاية المجد، والكوفرتات لو ما لقيتيش تركي او مستغلات تركي ممكن تجيبي واحده تركي وواحده المجد. المجد ماتريال حلوه على فكره، المجد مش رخيص يعني، المجد غالي بس المجد غالي وتمنه فيه. في ناس اصلا بيقولوا ان هو لا مش موجود، ولو روحتي المحل وقلتي له عايزه ملاية المجد هيقولك لا مش موجود. فلا على فكره المجد موجود عادي، بس هو ممكن يكون قليل شويه او مش منتشر زي زمان، بس هتلاقيه يعني، هتلاقيه. ما لقيتيش يبقى العالميه، العالميه الملايات بتاعتها بتبقى حلوه قوي قوي قوي. وبطانيتين وكوفرتتين، او بطانيتين وكوفرتتين ولحافين. اللحاف اصلا بيبقى طبعا، انتي هاتي الحاف بقى يعني، هاتي ايه في الحاف، بيبقى الحاف ساده كده وفايبر خفيف، ده بيبقى حلو. وهاتي منه مثلا واحد يعني، هاتي من اتنين واحد بيكون خفيف، اللحاف نفسه خفيف بس فايبر، فده بيبقى حلو جدا وبيدفي على فكرة قوي والله. وبيبقى فيه برضو لحافات يعني، لحافة تانية بتبقى تقيلة كده، هاتي واحد تاني يكون تقيل يعني، نوعي مفيش مشكلة. ده كده يبقى للحفة والملايات والفوط والكوفرتات، ده كده تمام. بالنسبة طبعا أوضة الأطفال، ف هاتي 6 ملايات يعني، 6 ملايات أطفال مختلفين. هتجيبي سريرين يبقى 12 يعني، كل يعني فاهمين قصدي يعني، اللي هو بيبقى اصلا ملايات الاطفال بتبقى في الاغلب هو بتبقى مثلا بوكس كده او شنطه، بيبقوا ملايتين من نفس الشكل. هو ده، انت لو انت هتجيبي سريرين يبقوا ملايتين من نفس الشكل، جيبي سرير واحد وهكذا. جيب بتجيبي 6 ملايات او 12 على حسب انت هتجيبي كام سرير. والحفه برضو، طقم الحفه اللي هما بيبقوا الحفين نفس الشكل، طقم الكوفرتات، كوفرتتين نفس الشكل، وايه تاني؟ بس كوفرتات والحفه، ما فيش بطاطين يعني، اصلا انت الحفه الاطفال ما فيش. عايزه تجيبي ممكن تجيبي بطانيتين، بس لا انا مش برجع خالص بطاطين في اوضه الاطفال يعني، هم الحفين نفس الشكل علشان يبقوا نفس الشكل، مش ما نلخبطش. من الحاجات برضو المهمه جدا في المفروشات، الدفايات اللي بتتفرش في السرير من تحت دي، الدفايات دي بتبقى حلوه قوي. هاتي 2 عشان بحيث ان انت تبدلي فيهم طول الشتاء يعني، شويه وتغسلي واحده وتفرشي التانية وهكذا. هما دفايتين بس كفايه، ما تجيبيش، في ناس بتجيب بكميات كبيره قوي، لا يا جدعان هو دفايتين بس كفايه. بالنسبه لاوضه النوم او السرير الكبير، وبرده ودفايتين للصغير يعني، اللي هما 4 لو انت هتجيبي سريرين في الاوضه. تمام كده، نجيب بس نكون والله حريصين على ان احنا نجيب الحاجه بنفس الشكل. انا مش هقول لكم طبعا، انتوا يعني حريصين بس ان احنا نجيب نفس الشكل لو انت هتجيبي سريرين اطفال. يبقى كده تمام، كده خلاص خلصنا المفروشات. وزي ما قلت لكم المجد والعالميه بالنسبه للملايات، والمجد فيه كوفرتات كمان. طقم البورنوس مهم جدا وما تنسيهوش، لان من الحاجات اللي بتتنسي للاسف طقم البرنس. طقم البرنس مهم 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 مهم، بيبقى برنس وفوطة كبيرة، او يعني برنس بس مش روب، برنس مقفول كده فوطة يعني. anyway فهو بيبقى برنس كده وفوطة كبيرة وفوطة صغيرة وشبشب وكده. الطعم ده حلو على فكرة جدا ومفيد. في ناس بتقول لا هو مش مهم، انا كنت واحدة من الناس مكنتش هجيبه، بس في الاخر قلت لا هجيب طعم برص وكده. هاتيه حلو قوي وهيفيدك جدا، وخاصة في الشتاء يعني، يعني هتلاقي نفسك اصلا احنا بناخد قرار الدش ده بالعافية، فطقم البرنس هيشجعك شوية ان انت تاخدي القرار ده. طقم البرنس من الحاجات المهمة، بيبقوا طبعا لونين مختلفين وبيبقوا لونين لطاف كده، بس نجيب ماتريال حلو يعني، هاتي ماتريال تركي تكون نظيفة ما تسترخصيش فيه، لان للاسف في حاله ان انت استرخصتي فيه فهتلاقي نفسك انت بتبوظي حاجات تانية يعني. انت لو استرخصتي فيه وحطيتيه في الغساله مع حاجه تانية هتلاقي الدنيا باظت واللون طبع على حاجات ويعني خراب. فلا يعني ما نسترخصش في طعم البرنس، وما نسترخصش في الملاية، في ما نسترخصش في الفوط خالص. هاتي برضو فوط تكون الماتيريال بتاعتها حلوه. في ماركه بس انا للاسف مش فاكره اسمها خالص، هحاول ان انا افتكر اسمها واكتب لكم في الكومنتات برضو او في الديسكريبشن. حلوه قوي للفوط، بس انا فعلا مش قادره ان انا افتكر دلوقتي، افتكرها هكتب لكم اسمها على طول. بتاعه الفوط بتبقى حلوه قوي والماتيريال بتاعتها حلو. ابعده خالص عشان بس كده، في فوط تبقى فيها خرز او لولي كده، بيبقى بصراحه شكلها شيك قوي يعني، شكلها كشكل شيك جدا، ولما هترصيها هتلاقيها شيك جدا، بس صباح الفل بقى مع اول غسله
او يعني فعلا هو صباح الفل مع الغسله حرفيا. الحاجات دي بتروع ايا كانت يعني، حتى انت لو حاسه ان هي ثابته جدا، اصل الفوطه دي ب 100 جنيه اصلا، ولا ب 150 الفوطه الواحده، ولا مش عارف ايه، لا هو برضه الحاجات دي بتقع برضه. فنبعد عن الحاجات دي، نبعد عن اللولي والخرز والحاجات اللي فيها حاجات بتلمع، والحاجات دي كل الحاجات دي بتروح مع الغسيل. انت جايبة حاجة المفروض هي العمر كله، فيعني نجيب حاجات عملية، ما فيش، مش لازم بقى ان احنا نجيب حاجة فيها لولي. اللولي ده هيقع دلوقتي او بعدين، فهو هيقع ما فيهاش نقاش، فبيبقى شكله مش حلو يعني. هي حتى وبعدين لو هي بتبقى رسمة معينة، فانت وقعت واحدة فبتأثر على الشكل، فليه حرام. فلا يعني نركز في الحتة دي، بلاش اللولي والترتر والحاجات اللي بتلمع دي كشكل، مش هقول لكم وحشة، بالعكس تبقى حلوة جدا وشيك جدا، بس كحاجة واستخدام للأسف مش حلوة. فيعني نكنسل البوينت دي خالص يعني، ما نجيبهاش. حاولي على قد ما تقدري يعني، هو الشكل اصلا بيشدنا في الاول، بس فكري مع نفسك هتلاقي ان لا هي مش عملية، ما في بلاش يعني. بالنسبة برضو الملايات، في ملايات بتبقى مثلا ايه، هي شكلها شيك وحلو كده، ومش عارفة فيها زي بيبقى الدرابيه او يعني حاجة كده نازلة عليها، بتبقى دانتيل او مش عارفة يعني ماتيريال اسمها ايه كده برضه مش فاكرة، بس بتبقى مثلا درابيه او حاجة كده نازلة عليها، بيبقى برضو فيها خرز وترتر وكده، دي برضو مع اول غسلة بتروح. فلا هاتي ملاية عادية يعني، هاتي ملاية سادة تكون رسمة فيها شيك، وفي ملاية سادة بتبقى فيها رسومات شيك جدا ورقيقة جدا وحلوة قوي، من غير ولا برونز ولا ترتر ولا لولي ولا الحاجات دي يعني. نبعد خالص زي ما قلت لكم عن البوينت دي. ايه تاني؟ دي كده بالنسبة للملايات. هاتي الحاجة اللي هي تلاقي نفسك يعني حاسة ان خلاص هي دي هتتغسل، اللي هو ايه زي ما بيقولوا غسيل ومكوى يعني. فكده ده بالنسبة للمفروشات. اللانجري بقى، عشان انا الحته دي سقطت مني. اللانجري، اللانجري طبعا من الحاجات الاساسيه والمهمه جدا، ولكن فكره بقى هجيب، انا بسمع ارقام غريبه 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 يعني. في حد يعني شخصيه ما جايب 24 لانجري و30 لانجري، لا خالص هي الموضوع مش كده يا جدعان. انت ماكسيمم 12 لانجري بس، يعني 12 لون مختلفين، فده الماكسيمم بتاعك. لكن بقى 24 و30 نو 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 نو، هي مش كده خالص خالص خالص، الموضوع ابسط من كده بكتير. ممكن تجيبي 12 واحد، يعني 12 لون مختلفين، بيبقوا 12 شكل برضو مختلفين، وزي ما قلت لكم لانجري من مول القدس برضو، انا بس بفكركم بالاسم. هتلاقوا حاجات حلوة جدا وحاجات لذيذة قوي والوان مختلفة. هاتي الوان مختلفه، هاتي ستايلات مختلفه، هاتي قصير، هاتي طويل، هاتي قصير لوحده يعني بروب كده يعني، نشكل نعمل ميكس على قد ما نقدر يعني. مثلا ايه، نجيب 3 قصير 3 طويل، 3 قصير بروب، 3 طويل بروب، يعني فاهمين، نعمل ميكس كده يكون لذيذ وظريف. بيبقى فيه حاجات بتبقى حلوة قوي، دي ممكن برضو يعني هاتي منها حاجة او اتنين. بيبقى فيه زي اطقم تنكرية كده، هاتي طقم اتنين تلاتة يعني، تلاتة بس، تلاتة ماكسيمم برضو هاتيهم. دول بيبقوا حاجات لذيذة كده، خاصة في اول الجواز بتبقى حاجة حلوة قوي. فده بالنسبة للايه، اللانجري. من الحاجات بقى اللي هو بقى ايه، دي من اللي هو الحاجات القديمة، او اللي الحاجات اللي هو من العصر الحجري زي ما بيقولوا، بس مش الحجري قوي يعني، مفرش العروسة. الموضوع ده فاشل والله العظيم، ملوش اي لازمة. ومن الحاجات اللي انا الحمد لله الحمد لله ان انا عرفت اسيطر على ماما فيها، ان انا قلت لها لا مش هجيب مفرش عروسة، وما جبتوش، والحمد لله فعلا ملوش اي لازمة وغالي على الفاضي، وما بيتحطش غير هو مرة واحدة بس، هو في ليلة الدخلة بس، ما بتلاقيش نفسك حطيتيه تاني، لان اساسا هو المفرش نفسه بيبقى ليه غطا كده، الغطا ده بيحرر جدا وبيبقى ستان وحاجه كده يعني خانقه، فمش لازمه خالص مفرش العروسه، وغالي، وبلس بقى ان اصلا الشنطه بتاعته قد كده، فاللي هو حط الشنطه بتاعته دي فين يعني؟ هتلاقي نفسك يا اما حطها في الدولاب فواخده مكان كبير جدا، يا اما حطها تحت السرير، فليه ملوش اي لازمه، سوري ملوش اي لازمه خالص يعني. انت لو جبتي في ملايات
بتبقى المراية دي بتبقى تركي، بتبقى شكلها شيك جدا، بتبقى طقم ملاية يعني، مراية وكيس مخد، بتبقى طقم ملاية كامل بلس عليه بيبقى عليه زي غطا كده او ملاية كمان بيبقى اسمها 3D. دي بتبقى في منتهى الشياكة، وبتبقى اصلا هما بقولك طقم ملاية في ال3D ده بيبقى محطوط كده، بيبقى شكل اشكاله تحفة وحلوة جدا. وهو كده اصلا هو طقم ملاية من ضمن اطقم الملايات اللي انت جايباها، والغطا بتاعه ده ال3D بيبقى اشيك بمراحل بمراحل من مفرش العروسة اللي بيبقى يا اما سيلفر يا اما جولد يا اما حاجات يا اما بينك اصلا، فاكس قوي والحوار ده فاكسان. بلس بقى ان اصلا هو مفرش عروسة شكله واحد كده، وفي حاجات وورد وكلاكيع ملوش اي لازمه، وبيبقى المفرش ممكن مفرش اصلا يكسر ال2000 و2000 ونص، وفي حاجات بقى ارقام غريبه، فلا ملوش لازمه، ما تجيبيش الحاجات دي. مفرش العروسه مش مهم خالص، هو بيتفرش مره واحده بس، فلا معلش هاتي ملايه زي ما قلت لك كده. في طقم ملايات بيبقى حلو، ويبقى هو كده بيبقى اسمه طقم ملايه 3D، بيبقى ملاية عادية جدا ما فيهاش حاجة، وغطا وكفر مخدة وخدادية وكل حاجة، بس بيبقى عليه بقى من فوق ملاية كمان 3D او اللي هو غطا يعني تضغطي بيه، بتبقى الغطا ده بيبقى ستان فبيبقى حلو. هاتي منهم اتنين، بيبقى اصلا الطقم ده لوحده يعني، الطقم ده لوحده بيبقى ممكن ب 500 يعني 550 600 700، بس بيبقى شيك يعني، دي حاجة بقى شيك وعادي يعني، دي ملاية عادية انا هنام عليها والغطا ده هغطيه يعني، فده حلو بقى، ده حلو وعملي وملاية هتطبق عادي مش هتاخد مكان قد كده في الدولاب، فده من الحاجات اللذيذة قوي بدل مفرش العروسة. والله حوار فاشل ومشروع فاشل، وما تجيبيهوش، نصيحة مني ليكي فعلا، واعتبروني زي ما بقولك جاية، انا جاية من المستقبل خلاص، انا جاية من المستقبل بعد ما جربت وعشت وشفت حاجات كتير، ما تجيبيش مفرش عروسة. ماشي يبقى احنا كده خلصنا، خلصنا اوضه النوم كده، اه خلصنا البيت، لا لسه التسريحه. التسريحه بقى يعني والله موضوع كبير، عشان كده بقول لك يعني فكره ان انا هجيب حاجه براند ولا هجيب حاجه بفلوس كتير كده، لا هو انت ليه يعني. المهم نكمل بقى، انا صدعتكم بس والله، لا انا يعني انا قلت اجمع او اقول على قد ما اقدر الحاجات الاساسيه والحاجات بعد ما مريت بيها انا بالظبط كده يعني. انا كده بقالي حوالي سنه وسبع شهور، سنه وسبع شهور او 8 شهور حاجه كده متجوزه، ففي حاجات كتير قوي انا ندمت ان انا جبتها يعني، حاجات كتير انا فعلا مش لاقيه ان ليها اي لازمه، وانا جبتها ليه وعملت ايه وترست الدولاب على الفاضي، وفكره ان انا جبت هدوم كلها على قد دي، الحاجات اللي مضايقاني جدا يعني، او كانت مضايقاني، والحمد لله دلوقتي بحاول ان انا اخس تاني وارجع نفس الجسم عشان البس الهدوم تاني، بس فعلا من الحاجات اللي كانت مضايقاني قوي ان انا كنت جايبه هدوم على قدي بالظبط وما عرفتش البسها يعني. المهم نكمل التسريحه. بالنسبه للتسريحه بقى، فهي يا بنات مش خالص بقى، انا جايبه كام ازازه برفيوم، والتسريحه دي مش ديكور يعني، انا مش اصل بصوا مش حاجه اثريه هي يعني، مش الناس هتيجي تخش هتتفرج وهتتصور جنب التسريحه بتاعتك، ده مش هيحصل، هو مش يعني هي مش مكان هنتصور بقى جنبه وهنقول الله تسريحتي فيها 12 و13 ازازه، لا خالص، هي عادي مكان عادي، التسريحه دي مكان علشان تحطي فيه حاجتك اللي هتستخدميها، مش حاجتك اللي هتتحط وتتطرب يعني، دي كده. فهي مش فكره ان انا جايبه 12 ازازه برفيوم على مش عارف كام ازازه لوشن، هي مش كده خالص، انت لو روحتي جبتي خمس ازايز برفيوم، ستة سبع ازايز برفيوم يعني، مع ان ده كتير جدا جدا، بس يعني هو ماكسيموم ستة سبع ازايز يكونوا ريحتهم تكون حلوة. وعلى فكرة مش لازم كله يبقى اوريجينال يعني، مش لازم الازازة تكون ب 500 600 700 800 1200 جنيه، لا خالص برضو، انت لو انت جبتي مثلا هنفترض هو ده المفروض فعلا هو ست ازاز حلو جدا، انت متخيله 6 روايح مختلفين برفيوم، ده غير اللوشن يعني، في لوشن وسبلاشات وكده هقول لكم برضه، بس يعني انت 6 روايح مختلفين برفيوم كفايه جدا، مش لازم 12 و13 و15 و20، لا دي ارقام ملهاش اي لازمه. وانا كنت من الناس اللي انا فعلا انا يعني لو صورت لكم صوره التسريحه هي عليها كميه ازاز برفيوم قد كده، وكميه الازاز دي عليها كميه تراب،
لان انا في مثلا حاجة او اتنين تلاتة ماكسيمم حلوين جدا، فهم دول اللي انا بستخدمهم، فالباقي فعلا هو مطرب. هو انا مش م... ومش لان انا ما يعني عشان انا بطنش او كده، لا هو عادي خلاص. انا مثلا هي حلوة ماشي بس مرة اتنين، لكن انا مش، اصل انت مش تفضلي كل شوية تحطي من دي ومن دي ومن دي، لا انت اصلا الحلو واللذيذ والشيك ان انت يبقى ليكي في حاجة يعني ريحة معينة انتي معروفة بيها، معروفة بيها في بيتك، معروفة بيها عند قرايبك، معروفة بيها عند صحابك، هي دي يعني دي ريحتك انتي، ودي البرفيم بتاعتك انتي، فانتي مجرد ما يشموا البرفيم دي فعارفين ان انتي اللي جيتي. مش بقى، فهي مش فكرة بقى ان انا عندي برفيم قد كده فانا هعمل. خلينا نقول ان انتي مثلا هتجيبي، يعني هنفترض هتجيبي برفيم تبقى بتاعتك انتي في البيت، فادي واحده برفيوم بتاعتك انت وانت بتروحي الشغل، ادي التانية برفيوم بتاعتك انت وانت بتروحي الزيارات، ادي التالتة برفيوم سواريه، انا اهو بصوا ادي الرابعه برفيوم وانا رايحه مع اصحابي اللي هو حاجه كاجوال، ادي الخمسه يعني السته الايه وانا بعمل اكل مثلا، ولا وانا بقطع بصل، ولا وانا ايه، فيعني بس انا عشان كده بقول لكم هو ماكسيمم ست روايح مختلفين فعلا. اكتر من كده والله هتلاقي نفسك هم مترابين وما لهمش اي لازمه ومرميين كده مش تعملين بيهم حاجه. وعايز اقولك بقى ان اساسا يعني حاجه كده من الحاجات، انت اصلا لما ان شاء الله هتجيبي بيبي فهتلاقي نفسك ان كل الناس اللي حواليكي ما تحطيش برفيوم علشان البيبي ما يقدرش ان هو يشم مش عارف ايه، فتلاقي نفسك انت بتعمليش بيهم حاجه محطوطين. هو ده بقى اللي حصل عندي، انا ده اللي حصل عندي دلوقتي ان انا السفره مرصوصه قد التسريحه، اسفه، مرصوصه قد كده برفيوم وما بحطش منهم حاجة علشان ابني ما ينفعش ان هو برفيوم، بيبقى صعب جدا وهو على طول بيبقى طبعا معاكي وقريب منك وكده، فما ينفعش ان انت تحطي برفيوم علشان ما تتعبيهوش. يبقى انا الحاجة ايه، الحاجة جوه وبعمل لها باي كل يوم بس خلاص. فست رايح ماكسيمم حلو جدا يكونوا، تكون روايحهم حلوة وشيك. الستة مش لازم خالص ان هما يبقوا براند، هاتي من الستة هاتي تلاتة براند مثلا، يعني تلاتة براند يكونوا حلوين وتلاتة تانيين يكونوا في الخفيف، يعني مش مثلا مش هقول لك مش كوبي بس مثلا هاتي حاجه سيمي اوريجينال. في حاجات بتبقى اوريجينال توالف دي بتبقى جميله قوي، يعني هي بتبقى اوريجينال بس مثلا جاي من غير سلوفان، من غير علبه، الازازه معرفش فيها خدش ايه، الغطا بتاع الازازه معرفش ايه، دي حاجات بتبقى حلوه وبتبقى اوريجينال ما فيهاش اي غلطه، ما فيهاش اي اوبشن ان اساسا دي مضروبه او anyway، هي بس الفكره في ان هي فيها حاجه تلفانه فهي ما تعرضتش في الستور بتاعها بس خلاص الموضوع انتهى. فعلشان كده بتنزل، ممكن تنزل بنص التمن وممكن تنزل بربع التمن كمان، فندور على ده. بيبقى في الاغلب يعني انت في الاغلب بقى في جروبس كتير قوي على الفيسبوك وبتجات كتير بتشتغل في التوالف، فهاتي منهم سوري بيبقى يعني هي الحاجة زي ما قلت لك كده، هو اصلا ممكن ب1500 هتلاقيها في التوالف، ممكن تنزل يعني من 1500 ل 700 جنيه وفي اقل كمان. هاتي ده في حاجات تبقى سيمي اوريجينال تيبيكال الاوريجينال، هاتيها كده وهاتي الاوريجينال وبقي شوفي بقى لو انت شاطره طلعي ان هي دي مش الاوريجينال، ولكن بيبقى الثبات اقل. يعني انت مثلا الاوريجينال هنسي هنقول ان هي هتقعد معاكي 12 16 24 ساعه، في السيمي دي هتقعد معاكي 8 ساعات 5 ساعات عادي مفيش مشكله، هاتيها وخليها موجوده. ولو انت مثلا هتستخدميها هتخرجي بره وعايزه على طول على طول تبقى انت ريحتك فظيعه وجامده جدا وباينه، خليها، هاتي الازازه حطيها في شنطتك وانت خارجه وحطي منها كل شويه مفيش اي مشكله، بس يبقى اسمك وفرتي على نفسك. انت بتتكلمي مثلا في حاجه اوريجينال ب1500، السيمي بتاعها ممكن يبقى ب 250 جنيه، انت متخيله انت ممكن تجيبي جام ازازه برفان اصلا وكام حاجه بالفرق ما بينهم. فا اوكي مفيش مشكله. التوالف علشان انا جايبه الحاجه بعلبتها وجايباها من الستور بتاعها وجايباها من البراند الفلاني فهي ب1500 وب 1800، وانا لو جبتها تالف اصل الغطا فيه مش عارف ايه فهجيبها ب 700 800 جنيه، انت برضه متخيله انت بتتكلمي في الدبل. فعادي، وبعدين اصلا اصل انت مش هتحطي الحاجه بعلبتها، يعني انت مش هتجيبي ازازه البرفيوم تحطيها بعلبتها، فكده كده انت هترمي العلبه اصلا وهتفكي الازازه من مكانها فخلاص. فا اوكي يعني هنجيب الحاجه بس الايه اللي هي تكون حلوه وتكون الريحه بتاعتها حلوه، وندور على الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. التواليف بتبقى حلوه جدا وفي حاجات سيمي بتبقى بيرفكت بيرفكت زيها شبهها بالظبط. يبقى ستة ماكسيمم والله نصيحه مني ليكو. في برفيوم بيبقى صغنن كده بتبقى تستر اوريجينال، دي بتبقى حلوه قوي بقى.
يعني دي بتبقى لذيذة كده، وبيبقى سعرها بيكون في الحنين يعني، وبتكون مهاودة كده. دي حلوة بقى ان انت تجيبيها تبقى معاكي في الشنطة على طول. فالتسترات اللي هي الصغيرة دي بيبقى سعرها حلو قوي وبتبقى لذيذة يعني. انت بقى ممكن من التسترات دي تجيبي منها، تجيبي تسترات كتير، فيبقى عندك كل الروائح دي بتبقى هي اصلا اوريجينال يعني، تستر اوريجينال، فبتبقى نفس الثبات وكل حاجه، بتبقى صغنونه شكلها حلو قوي. دي بقى ممكن تجيبي منها كتير يعني، انت اصلا هتجيبي 6 برفيوم كبار وتسترات بقى، هاتي تستر كتير مثلا، هاتي لك مثلا ايه 10 مثلا، اهو كتير اهو. دي كده انت بتتكلمي في ان انت عندك 16 ريحه مختلفين، فيعني ركز. فالتسترات دي بقى تبقى حلوه، حطي منها برضو وخليها معاكي في الشنطه، فدي بتبقى جميله قوي. في حاجات نازله حلوه قوي تسترات شيك كده، ونفس شكل الازازه حتى بس على صغير، دي في منتهى الشياكه اصلا دي، وبيبقى سعرها حلو قوي. هوريكم برضو الصور في الكومنتات، وهحط لكم لينك جروب بيبيعها، دي جميله قوي. بتبقى مثلا الواحده ممكن تبقى مثلا ب 50 60، وتستر اوريجينال عادي ونفس الشكل، فدي بالعكس ده هي اصلا تدي شياكه للتسريح. دي بالنسبه للبرفانات. اللوشن هاتي 2 بالظبط كده يعني، 2 مختلفين لوشن، واتنين اتنين لوشن واتنين سبلاش من براندات. مش هقول لك ما تجيبيش من براندات، لان اصلا اللوشن لما بيبقى من براند بيبقى حلو وبيبقى ثابت، وبيبقى ثابت في الجسم يعني. اوكي هاتي لوشن 2 بس، 2 مش 10، هما 2 لوشن واتنين سبلاش من براندات. عايزه بقى انت حابه ان انت كل شويه برضو تجددي وتعملي مش عارف ايه، ابداي بقى هاتي في السيمي اوريجينال، بتبقى نفس الريحة ونفس كل حاجة، بس زي ما قلت لكم هي الفكرة بس في الثبات، لكن غير كده فلا عادي. هما 2 اصلا، 2 لوشن و2 سبلاش، يبقوا 2 مختلفين يعني، 2 لوشن و2 سبلاش. اساسا اصلا جايبة برفيوم اوريدي فخلاص. في بتبقى حاجات برضو لذيذة، في بادي بيتر حلوة قوي، دي بتبقى بتنعم الجسم قوي، فانت ممكن تستخدميها، بس تبقى الريحة بتاعتها خفيفة خالص، لايت جدا جدا، فدي ممكن نستخدمها بحيث ان احنا ننعم جسمنا، ونحط بقى البرفيوم، فيعني نعمل ميكس كده بيكون ظريف. بس اللوشن ما نكترش منه يعني، الاوريجينال ما نكترش منه يعني. هاتي ممكن تجيبي لو انت عايزه تكتري عن 2، فهاتي ممكن تجيبي السيمي بقى. في حاجات يعني، في برضو بادي ميست كده، هو اللوشن والسبلاش، والسبلاش والميست يعني تقريبا حاجه واحده. في بادي ميست حلو قوي من انشانتر، في جليتر كده، ده جميل جدا جدا وسعره حلو قوي، فهسيب لكم الصوره بتاعته يعني. ده ممكن برضو تجيبيه، بيبقى وروائحه فظيعه فظيعه وثابته جدا، فده هاتيه. وانشانتر اصلا يعني اوريجينال، فاهو يعني دي من الحاجات يعني. انا عايزه بس اوصل فكره ان في اللوشن والسبلاش والبرفيوم، مش عشان البراند الفلاني فهو اسمه كذا فيبقى ده جامد جدا ومفيش اجمل منه، لا على فكره في براندات تانية وفي حاجات تانية بتبقى اوريجينال وبتبقى سعرها اقل بكتير وحلوه قوي برضه. فندور في الحتة دي يعني، ما نبقاش مش خلاص، مش هي مش حاجة مقدسة، هو ان هو المكان ده للبراندات يعني، البراند ده لللوشن او السبلاش وكده، لا خالص ما فيش. بلس بقى ان اصلا اللوشنات والسبلاشات في جروبس كتير وبتجات كتير على الفيسبوك ومنتشره جدا، بيبقى مثلا هي الحاجه جايه من بره يعني، مثلا هي وارد من بره او من السعوديه، فبتبقى نازله بتسكاونت، بتنزل باقل بسعر اقل، فاعملوا ده وجمعوا بعضيكوا يعني، مثلا بنات جمعوا بعضيكوا واعملوا اوردر يكون لطيف من مثلا حد يكون موثوق فيه، هاتي اللوشن والسبلاش دي، والحاجات دي بتبقى اوريجينال، بس الفكره ان هي مثلا جابها من بره يعني، هي جابها من بره فجابها بسعر اقل، فعشان كده بتنزلها بالسعر ده، مش لانه هو مضروب او الكلام ده او anyway. ده بالنسبه للبرفيوم واللوشن والسبلاش وكده. في حاجه حلوه قوي برضو المفروض تبقى على التسريحه عندك ومفيده يعني، وبتبقى لذيذه، زيت المساج، من الحاجات الحلوه قوي اللي بجد لو جبتيها تبقى لذيذه يعني. زيت المساج حلو جدا وبتبقى ريحته حلوه قوي وبتبقى ثابته، فهاتيه. وبس يعني السعر بتاعه هو اساسا كل واحد تقريبا يعني، كل الزيوت واحده، فما تجيبيش حاجه ب 200 ألف لا خالص، عادي جدا اي حاجه منهم حلوه. هو زيت المساج هو كحاجه هو بيعملها يعني، هو بينعم الجسم وبيساعد على التدليك او anyway يعني، فخلاص اوكي هو زيت مساج، هو معروف بيعمل ايه خلاص كده. ده بالنسبه للحاجات
اللي على التسريح. الميك اب بقى، الميك اب بتاعك انت اللي بيبقى مثلا على التسريحه، فانت الميك اب انت بتحبي ميك اب كتير ولا قليل؟ بتحطي شادو ولا ما بتحطيش؟ ما بتحطيش ما تجيبيش. بس مش عشان انا عروسه فانا لازم اجيب علبه شادو مش عارف كام قطعه ولا كام لون، ما بحطش اصلا انا منه، هجيبه ليه؟ ولا هو اي كلام وخلاص؟ ما بتحطيش اي شادو ما بتجيبيش اي شادو، ما بتحطيش بلاشر ما تجيبيش بلاشر، مش علشان هم قالوا ان لازم التسريحه يبقى عليها اي شادو وبلاشر ومش عارف ايه، ما بحطش الحاجات دي ما اجيبهاش، مش علشان انا خلاص انا اصلا مش هتجوز هتحول، لا هو انا نفسي زي ما انا، بس اللي حصل ان انا بقيت في البضاعه متزوجه بس خلاص، لكن انا نفسي زي ما انا، فانا بحط الشادو هفضل ما بحطش شادو، ما بحطش بلاشر ما هفضل ما بحطش بلاشر، ما بعرفش ارسم الايلاينر، انت مش لما تتجوزي هتلاقي نفسك خلاص بقيتي حريفه في رسم الايلاينر، ما بتعمليش الحاجات دي ما تجيبيهاش. فبالنسبه للميك اب هاتي الاساسيات اللي انت بتستخدميها، ما بتحطيش غير روج، هو بس الروج بس اللي هتجيبيه، لكن بتستخدمي حاجات تانية هاتيها، عارفة تتعاملي هاتي تعاملي. بالنسبة بقى فور طقم الفرش ال200 قطعة، اصل هو لازم يبقى عندك عشان انت عروسة؟ لا انا اصلا ما بعرفش احط ميك اب، اجيب طقم فرش اعمل بيه ايه؟ فيعني الحاجات دي برضو، الميك اب بالذات والتسريحة بالذات هاتي فيها وحطي فيها الحاجات اللي انت محتاجاها واللي انت بتستخدميها، مش اللي قالوا ان هي لازم تبقى موجودة. انا بشوف حاجات كتير جدا، بشوف بوستس كتير جدا، انا جبت دول ازود ايه تاني؟ هي مش فكرة انت جبتي دول هتزودي ايه تاني علشان انا قلت هتزودي، هي فكرة انت بتستخدمي ايه. بستخدم واحد اتنين تلاتة، هم دول واحد اتنين تلاتة اللي انا هجيبه، حتى لو ما بستخدمش غير زي ما قلت لك هو روج مثلا وكحل وايلاينر وكونسيلر حاجات كده بسيطة، هم دول يبقوا على التسريح، اي حاجة تاني ملهاش اي 30 لازمة. الروج انا بحب البنيات، حد بيحب الموفات، حد بيحب الاحمر، هجيب الدرجات دي، مش هجيب باليت كامله 12 مختلفين 12 لون مختلفين علشان يبقى اسمع عندي باليت كامله 12 لون مختلفين، ما لهمش لازمه 12 لون مختلفين، انت اصلا وشك بيليق على البني، هتجيبي احمر تعملي بيه ايه؟ فيعني الميك اب والحاجات دي هتلاقي نفسك انت لو انت مركزتيش هتلاقي نفسك بتدفعي فلوس كتير قوي وفي حاجات انت مش هتستخدميها وهتكسبايرد معاكي، يعني الحاجات كل اللي احنا قلنا عليها قبل كده ده هدوم ومفروشات وحاجات هتفضل، اي حاجه بقى على التسريحه فهي هتكسبايرد وهتكسبايرد، انت هتزعلي ان انت بترمي الحاجه وهي لسه ما استخدمتيهاش، مين اللي عمل كده؟ ما انت عملت كده. فالتسريحه بالذات من الحاجات اللي انت نفسك مسؤوليتنا، انت خلاص انت بقى تاخدي قرار فيها، انا هجيب واحد اتنين تلاته عشان هم دول اللي انا بستخدمهم كده. احنا انا حاولت على قد ما اقدر بصراحه اقول لكم وادخل معاكم في تفاصيل التفاصيل، وقلت لكم المكان اللي احنا تقدروا ان انتوا تجيبوا منه الحاجات، يعني يا رب ان انا اكون لميت الدنيا واختصرت عليكم او ساعدتكم او فكرت معاكم او اي كان، بس انا اتمنى ان انا تكون القعده الطويله دي مفيده ليكم واكون جاوبت على حاجات تكون في دماغكم. يعني كده احنا تقريبا خلصنا اوضه النوم بالدولاب بالحاجات دي، ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو تاني هنتكلم فيه على السفره والنيش، والموضوع ده مهم جدا جدا، فهعمل لكم فيديو برده نتكلم فيه على الحاجات دي، وهعمل حاجات تانية برده على المطبخ وكده، فهنتكلم في المواضيع دي في فيديوهات جايه ان شاء الله. بس كده احنا النهارده خلصنا، واتمنى ان هو يكون فيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.